مساء الانوار يا كابتن توفيق. مساء الخير يا ابو الكباتن، ازيك يا كابتن هشام؟ الحمد لله بخير، حضرتك عامل ايه؟ الله يباركك، الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا رب. الله يخليك يا كابتن هشام، الله يخليك. نبارك لك اول حاجه ونقول بشرة خير. امبارح فريق الزمالك في دوري كرة السلة السوبر كسب النادي الاهلي 110-99، مبروك يا ابو الكباتن، رأي حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك يا كابتن هشام، والف مبروك لكل جمهور الزمالك. انا لاحظت ان المباراة دي اسعدت الزملكاوية واسعدتنا كلنا يا كابتن هشام جدا، والحمد لله الحمد لله ان في عندنا لاعب محترف صراحة ساب الفريق دي ماركو، ربنا يبارك له، ربنا يحييه يا رب ويخليهولنا، ولازم نحافظ عليه. وانا بقول للكابتن حسين لبيب لازم تتعاقد مع اللاعب ده على الاقل لمده 3 سنين. لازم يوقف يخرج من بره الصعوبه. الخوف يا ابو الكباتن ان الاهلي يخطفه زي ما متعود يخطف المميزين عندنا. ما انت لازم تامن يا كابتن هشام اللي زي ده. صراحه ما نستخسرش في الفلوس يا كابتن هشام. يعني لاعب زي ده موهبه و لاعب امريكي متميز، لكن انت عارف الناحيه الثانيه دايما متعودين يخطفوا اللعيبه بتاعتنا اما مباشره او عن طريق كباري، ما حضرتك فاهم. والكباري طبعا وغير ما وبيخطفوا مدربين زي اوجست يعني الزيادة عليهم الحاجات دي. ما انا بقول لك يا كابتن هشام على مجلس الاداره انه يسرع ان هو يتعاقد مع اللاعب ده لمده 3 سنين ويراضيه. اللي زي ده انا اراضيه يا كابتن هشام، ده بيجيب لي بطولات ده لوحده حتى 48 نقطه. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك له يا رب، اللهم صل على حاجه. يعني القلب اسعدنا امبارح لمجرد انه كان بيخرج يا كابتن هشام مثلا حاجات بسيطه كده، تبص تلاقي الاهلي فرق. ايوه طبعا. فالزمالك يعني انا طول عمري بقول الزمالك ده في السله كان مدرسه في السله وكده. طبعا لازم نحتاج لعيبه ولازم يدعم تاني مع اللاعب الامريكي ده، اللاعب الامريكي ده نمره واحد ويحط عليه بقيه الفريق باذن الله. احنا عاوزين نمره واحد يا كابتن هشام في القدم. بكره حضرتك نهائي الكاس المنتظر لاول مره يتلعب خارج مصر في المملكه العربيه السعوديه الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. رأي حضرتك ايه في اللقاء المنتظر ده، خاصة ان في تحدي ان الزمالك هيقابل فريق بيضم خاين وهارب. امام عاشور. طب طبعا يا كابتن امام عاشور وكهرباء. كهرباء صح. احنا طبعا يعني يا كابتن هشام مباراة انت عارف الاهلي والزمالك دي بيبقى ليها حساسية خاصة. وكان ممكن الزمالك يبقى كويس جدا وتبص تلاقي الماتش في الاخر بيتغلب بكوره معرفش يعني بتبقى بكوره سهله جدا ممكن يمسكها الجول. ياما شفنا في السنين الاخيره. هو الاهلي ليه حظ عموما وله حكام برضه، يعني ما بيفهمش محظوظ ومحظوظ في التحكيم، دايما الاخطاء في اتجاه واحد بس وهو لصالح النادي الاهلي وضد نادي الزمالك. طب ناخد راي حضرتك كده في القايمه بتاعت الزمالك ضد الاهلي عشان تحط لنا التشكيل الانسب. ايوه نقول لحضرتك لحراسه المرمى عواد وصبحي ومعاذ. حضرتك تختار مين؟ هختار عواد. وانا ضم صوتي لصوت حضرتك واقول لك المدربين بيحبوا صبحي، الجمهور بيفضل عواد. لا هو بس عشان محقق صبحي طويل وممكن يطلع على الكور بالعرض وكده. هي دي المشكله اللي عندي عواد، لكن عواد تميز تحت الثلاث خشبات. يعني عواد تحت الثلاث خشبات متميز، لكن في الكور العرضيه لا، محمد صبحي افضل منه. لكن في العموم انا هختار محمد عواد كمان عشان الخبره. تمام. طب خط الدفاع عندنا في المسلوسي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، احمد فتوح. من الشمال لليمين ده احمد فتوح في الشمال. ايوه. وقلب الدفاع هيبقى حسام عبد المجيد والمسلوسي، باك يمين عمر جابر. هم دول افضل يعني هو دول يعني افضل اللي موجود. مش عاوز الاحسن الوحيد صراحه. تمام. طيب خط الوسط
في دونجا وفي روقة وفي شحاتة وأحمد حمدي ونيمار ناصر ماهر عبد الله السعيد زيزو شيكابالا مصطفى شلبي يوسف أوباما. ما شاء الله كوكبة هم من النجوم. بس احنا عايزين من مستر بنزلنا ان احنا مجلس الإدارة جايب لك لعيبة شاري لك لعيبة وجايب لك لعيبة كتير بسبب مثلا اللعيبة دي السلبة في مجلس الإدارة السلبة سبب كده ان ما كناش قادرين نشتري اللعيبه وما نشتريها ما تلعبهاش. لا احنا بنطالب مستر جنيد ان هو لاعب الصفقات الجديده لو اخترت انا بخط الوسط هيبقى عبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر. يبقى عبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر. طب بالنسبه بقى للهجوم اعتقد زيزو وشلبي وراس الحربه تختار مين؟ انا هختار ناصر مانسي. يبقى حضرتك هتختار زيزو وناصر منسي ومصطفى شلبي خط الهجوم. وانا ضد الناس اللي بتنادي بتقول لك الجزيري وانه اندفاعات وانه مش عارف كابتن فاروق جعفر اختار الجزيري يلعب. الجزيري لو لعب كابتن اسلام هيضيع مجهود واختار في النص روقة ودونجا. لا روقة ودونجا لا انت بتلعب انت ممكن لما بتلعب دفاع كده يضغط عليك الاهلي. تمام هيضغطوا عليك لكن كل انت بتلاعب ناصر ماهر وقدام ناصر مانسي وقدامها الدفاع عندهم الاربعه الورا مش هيقدروا يطلعوا كتير الدفاع. تمام. طب بالنسبه عاوزين حضرتك تختار لنا افضل تشكيل للاهلي من وجهه نظر حضرتك، يعني حضرتك دلوقتي المدير الفني لفريق الاهلي. يعني تختار لنا افضل العناصر في حراسه المرمى. في شوبير وفي الزنفالي وفي حمزه علاء. لا هو مصطفى شوبير لان انا مش عارف مستوى الزنفالي عامل ايه يعني صراحه. تمام. يبقى مصطفى شوبير وعلى فكره حمزه علاء ده حارس المنتخب الاولمبي ومميز ايضا. بس هو ده ماتش صعب عليه خايف ومربوكه هيربك الدفاع. طيب خط الدفاع في عبد المنعم ورامي ربيعه وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني واكرم توفيق وعلي معلول وعمر كمال. يعني باك يمين هتختار هاني محمد هاني هحط محمد هاني قلبي دفاع عبد المنعم طبعا عبد المنعم مين تاني يا كابتن رامي ربيعه تمام لا انا لو انا بقى مدرب النادي الاهلي هستبعد محمد عبد المنعم لاخطائه الفظيعه اللي بيعملها. طب هتحط رامي ربيعه ومين جنبه؟ رامي ربيعه ممكن عندهم مين اللي مصاب دلوقتي طبعا يخلي لعب فتاح. وتقريبا تقريبا ما فيش حد عندهم لانهم باكات ممكن عمر كمال ممكن علي معلول باك اكرم توفيق. نقطة الضعف عندهم هتبقى خط الدفاع خصوصا ان محمد عبد المنعم بيلعب بثقة زايدة. طب حلو. اخطائه كارثية. هتلعب بمحمد هاني ورامي ربيعة. مين جنب رامي ربيعة؟ هيبقى خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح باك شمال علي معلول صح كده؟ وباك يمين محمد هاني. طب خط الوسط في السلية مروان عطية نبيل كوكا كريم ندفد امام عاشور افشة حسين الشحات طاهر محمد طاهر رضا سليم بيرستاو كريم فؤاد. اختار لنا ثلاثة في خط الوسط. الثلاثة هبقى امام عاشور. ايوه. وكوكا نبيل. أيوة. كوكا وعمرو السلاية. مش هتختار مروان عطية؟ لا. طب قولهم لي تاني كده. امام عاشور. امام عاشور وكوكا نبيل كوكا. ايوه. الصغير وعمرو السلاية. وعمرو السلاية. طيب بالنسبة لخط الهجوم بقى. خط الهجوم ده هيبقى بيرستاو يمين. خط شمال. ايوه. بقى كهربا ولا موديست؟ لا هو طبعا مشكلة في راس الحربة فأنا بالنسبة لي طبعا هختار كهربا. بصفتك المدير الفني لفريق الأهلي. هم عندهم مشكلة في راس الحربة. ومشكلة في قلب الدفاع. لان قلب الدفاع عندهم محمد عبد المنعم لان زي ما بقول لك كده بيسبب كوارث وحرام ده يروح المنتخب كمان. تمام. طيب يعني احنا ما بنتجملش خاطر يقول لنا كده. طيب الحكم الاجنبي البرازيلي ايه راي حضرتك؟ يعني مش كده افضل من ان طقم تحكيم مصر يحكم اللقاء؟
انا شايف لما كان في حكام مصريين الزمالك اعترض بشده. اه لما غيروا جابوا حكام اجانب الاهلي اعترض بشده. الاهلي من مصلحه حكام مصريين واحنا فاهمين ليه. يعني ما انا بقول لحضرتك يا كابتن اسلام، الزمالك اعترض بشده على الحكم المصري، ولما اتغير وجه حكم اجنبي الاهلي هو اللي اعترض بكل شده. لدرجه كابتن اسلام يعني مثلا الكوميديان علاء صادق بيقول ان الحكم البرازيلي ده حكم زملكاوي. تمام. احنا على العموم عاوزين العداله، اهم حاجه العداله في المقام الاول. ده واحد من البرازيل حكم زملكاوي ازاي؟ يعني عشان بيتكلم برتغالي يعني. هو جمهور الزمالك بيقول لك المستشار تركي آل الشيخ هو اللي جاب الحكم وهو عاوز الاهلي يكسب، ففي تخوف من الناحيه دي يعني. لكن انا شايف ان الحكم ده بيحكم مباريات في السعوديه واكيد حكم نزيه يعني. لا هي المباراه متكافئه يا كابتن هشام دلوقتي بالحكم الاجنبي طبعا زي ما انت بتقول كده، هو فعلا هيبقى عنده نزاهه وهيبان بكره ان شاء الله غير الحكم المصري. وفي فار كمان. حتى اخطاء هتبقى مقبوله، هيتقبلوها اللعيبه بعكس الحكم المصري. هتبقى في حساسيه. انت عارف الحكام المصريين دلوقتي بيسيبوا الالتحامات تبقى فاولات رهيبه ويقول لك ده التحام عادي، ودي مشكله في الحكام المصريين. محتاجين دوره تدريبيه عشان يفرقوا بين الالتحام والفاولات. لان مش معقوله مثلا يبقى زي واخد الكوره وبيعدي بكل مهاره وواحد ينبات القط وتقول اصل دي ده التحام. طيب لا التحام ده فاول. من الكنترول يا ابو الكباتن قول لنا نتيجه مباراه الزمالك كلها. هو والله يعني التوقع صعب جدا يا كابتن هشام، بس يعني طبعا الامنيات ان الزمالك يكسب وكده. يا رب على الله يا ابو الكباتن. ومعطيات اللعبه كان الانسان الاختراق لو نزل الجزيري لا صعب الزمالك يكسب. طيب كنت الزمالك بكره هتبقى في الجزيري. نمشي في سكه الزمالك يكسب ان شاء الله، توقعاتك يكسب كام؟ توقعاتك هيكسب 2-1. تتوقع الزمالك يكسب 2-1؟ 2-1 يعني انا احسست بكره ان شبكه الاهلي هتتهز، لو ما اتهزتش بكره هتتهز امتى؟ طيب انا اتوقع واتمنى وعلى الله نتيجة كبيرة ان شاء الله للزمالك، الزمالك يكسب 4-1. لا يا كابتن هشام انا بقول لك ما عندهمش دفاع. احنا بنتكلم انا مش لاقي عندهم دفاع، مش لاقي عندهم هجوم. والله انا حاسس بالاسامي يعني، يمكن في عندنا دكة بدلاء قوية لأول مرة منذ فترة. وكان مشكلتنا في دكة البدلاء. احنا عندنا نجوم يا ابو الكباتن دلوقتي، عبد الله السعيد، زيزو، شيكابالا، نحط بعديهم بقى اي نجم سواء من الزمالك او الاهلي. يعني الاهلي ما عندهمش النجوم دي دلوقتي. انت عندك ناصر ماهر كمان وناصر ماهر مميز طبعا، ومحمد سحاته، واحنا نسينا محمد سحاته على فكره في السكه كمان. يعني كل ده ممكن يلعب بكره. بس حضرتك هتلعب مهاجم، فضلت عبد الله السعيد وناصر ماهر مع دونجا. انا خايف يا كابتن هشام بس ان جوميز يسمع لكلام الجهاز الفني احمد مجدي والناس، فيغرقوه يا كابتن هشام، هيقولوا له العب بروقه والعب بجوندا ومش عارف ايه وشيكابالا والله يا ابو الكباتن المفروض اللي في المطبخ في المطبخ هم احنا جايبين له لعيبه، شارين له لعيبه عشان تلعب. اللعيبه دي جايه فرد. نتمنى يا ابو الكباتن يلعبوا ويتألقوا. هو ده يعني سواء لعيبه جديده او قديمه يبقى بالسلامه بقى يسيبنا يروح. يعني الفريق مع معتمد جمال قريب كان كسبان الاهلي جده 3-0، النتيجه ما كناش نحلم بيها. لما لعب صح يا كابتن هشام، لما لعب صح وابتدى يعمل التشكيل صح. لكن انا عشان الاعب ابص بكره تفاجئنا الاقي الزناري باك يمين، والاقي مش عارف قصاده شيكابالا في ناحيه اليمين، يبقى علي معلول
يفضل رايح جاي في الحته دي هو وحسين الشحات يمسخرونه. نتمنى يا ابو كباتن تشكيل يكون صح وتبقى ليله بيضاء ان شاء الله، وتوعدنا لما الزمالك يكسب ان شاء الله في مداخله مع حضرتك بعد المباراه ان شاء الله. بس اهم حاجه يا كابتن هشام جميز ما يتفلسفش ان شاء الله يا ابو كباتن، يلعب بالتشكيل. احنا كده التشكيل ده بقى كده ايه، اول مره هنبقى متكافئين اما واحنا بنلعب قصادهم لو بالناس الجديده اللي جبناها الصفقات الجديده يسأل لعيبه هنرجع تاني وهتبص تلاقي الماتش من كده بهزيمة الزمالك ان شاء الله. ابو كباتن نكسب ونبارك لك باذن الله. حضرتك تحب تضيف حاجه في نهايه المداخله؟ الله يخليك يا كابتن هشام، بنتمنى ان الزمالك بكره ان شاء الله التوفيق ودعوات ملايين الزملكاويه اللي بيسمعونا وكده. يا رب يا رب ان شاء الله خير وكلنا نفرح بكره، وانت عارف وشنا بيبقى ايه بينور ازاي وكده بعد ما الزمالك بيكسب. يا رب لك بعد المباراه ابو كباتن، يا رب يسعد كل زملكاويه يا رب ان شاء الله. يا رب محتاجين نفرح يا ابو كباتن. اه والله العظيم احنا انت امبارح فرحنا يا كابتن هشام قد ايه وكده، ومع رغم ان المباراه يعني غير مؤثره بس الحمد لله يعني اخيرا استنى يعني عقد وكده، يعني بنفرح لماتش سهله، بنفرح لماتش ياد وما بقى كرة القدم يعني اللعبة الشعبية ان شاء الله بقى. نفرح كلنا يا ابو كباتن. وفي نهاية المداخلة بنشكر حضرتك، بنشكر الكابتن توفيق محمود كبير مشجعي الزمالك بالقاهرة. شكرا يا ابو كباتن، نورتنا وشرفتنا. انا اللي بشكرك يا كابتن هشام على ساعة صدرك دي، وكل سنة وحضرتك طيب والأسرة الكريمة حضرتك بالصحة والسلامة وجميع الزملكاوية وجميع المصريين والعرب والعالم أجمع بشهر رمضان. اللهم آمين يا رب إن شاء الله كل عام وأنتم بصحة والسلامة. وأنت بصحة والسلامة أبو كباتن. مع ألف سلامة أبو كباتن. الله يسلمك.